السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فيديو توضيح لكيفية تسجيل طفل جديد على موقع رياض الأطفال الخاص بمحافظة السويس. مع حضراتكم محمد عادل، مسؤول بوابة السويس التعليمية. في الأول بنخش على الرابط الخاص بموقع رياض الأطفال kg.edusouth.com كما هو موضح أمامنا. بعد كده بنبدأ نقرأ التعليمات الخاصة بالتسجيل، والذهاب إلى آخر الصفحة والضغط على تقدم الأم للتسجيل للمدارس الرسمية لغات ورسمية المتميزة. بنضغط عليها تنتقل بنا تلقائيا إلى الصفحة التالية، وهي صفحة إدخال الرقم القومي الخاص بالطفل المتقدم. لازم يكون الرقم القومي بتاع الطفل من واقع شهادة الميلاد، والتأكد من كتابة الأرقام بشكل صحيح وهي 14 رقم. كمثال رقم الطفل 3، بعد كتابة الرقم القومي نقوم بإدخال سنة الميلاد 2017، شهر الميلاد كمثال شهر 5، يوم الميلاد كمثال 5. بعد التحقق من أن تاريخ الميلاد مطابق للرقم القومي أو تاريخ الميلاد التي أدخلتموه في الرقم القومي، سوف تظهر لكم علامة تسجيل الدخول. سنضغط عليها، سننتقل إلى الصفحة التالية وهي صفحة البيانات المستخلصة من الرقم القومي. يتبين هنا النوع وتاريخ الميلاد والسن في أول أكتوبر. بعد ذلك نتوجه إلى البيانات الأساسية للطفل المتقدم إلى المدرسة. نقوم بكتابة اسم الطفل من واقع شهادة الميلاد وباللغة العربية، كمثلا تجربة تسجيل طفل جديد، ثم اختيار الديانة، الجنسية، اسم والد الطفل أو ولي الأمر، وظيفة الوالد، اسم الأم، رقم الهاتف الخاص بالأب ورقم الهاتف الخاص بالأم أو أي رقمين تليفون يمكننا التواصل معهم في حالة وجود أي استفسار. بعد ذلك نذهب إلى أهم شيء، وهو عنوان الطفل والموقع الجغرافي. من هذه القائمة سوف نقوم باختيار الموقع الجغرافي الخاص بحضراتكم. كمثال أنا أسكن في مدينة الملك عبد الله، وأقوم بكتابة العنوان مدينة الملك عبد الله عمارة 9 شقة 5 7 أيا كان. بمجرد كتابة العنوان واختيار الموقع الجغرافي سوف تظهر لنا اختيارات المدارس. هنا بنقول لحضرتك ان انت ممكن تختار 6 مدارس كحد اقصى، وتقدر ان انت تختار 5 مدارس فقط متميزة. يعني انت عندك هنا حاجة اسمها المدارس المتميزة فقط. المدارس المتميزة فقط دي حضرتك لما بتيجي هنا تخش على الاختيارات بتلاقيش غير المدارس الخمسة المتميزين الموجودين على مستوى محافظة السويس. حضرتك بتبدأ ترتبهم من الأقرب للأبعد، مع العلم إن اختيارك للمدارس المتميزة في حالة اختيار مدارس متميزة فقط بدون اختيار مدارس تجريبي، ده بيفقد حضرتك فرصة الحصول على مدرسة تجريبي عادية
في حالة عدم قبول سن ابنك في المدارس المتميزة. نقوم بترتيب المدارس من الأقرب إلى الأبعد، أو بالمدرسة اللي حضرتك عاوزها. يعني أنت لو عاوز مدرسة واحدة بس، ممكن أضيف مدرسة واحدة بس. يعني أنا مثلا في نطاق الملك عبد الله متاح لي إن أنا أخش مدرسة الشيخ خليفة بن زايد، بضغط عليها وممكن أعمل حفظ بعد كده. عاوز أختار معاها مدرسة متميزة، بشوف أقرب مدرسة متميزة ليا في النطاق وبختارها. مصطفى مشرف، خلصت اختياراتي، ممكن أعمل حفظ وطباعة. لو أنا عاوز أعمل إعادة ترتيب للمدارس، بدوس على إعادة ترتيب الاختيارات، بيمسح لي كل الاختيارات وببدأ أرتب اختياراتي من أول وجديد. مثلا عاوز مصطفى مشرف الأول، بعد كده عاوز خليفة بن زايد، عاوز أضيف أي مدرسة تاني بعد كده أضيف. خلصت إضافة وتمام، بدوس على كلمة حفظ وطباعة. تأكد 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 من ان الاستمارة اللي اتطبعت مع حضرتك موجود فيها اسامي المدارس، قائمة اختيارات المدارس. تأكد ثم تأكد ثم تأكد. اي استمارة هتطبعها وهيكون مكانها كلمة اختر مدرسة مكان المدارس ديت، دي معناها ان حضرتك كده ما سجلتش عندي، يعتبر زيرو. يبقى حضرتك لما تيجي تطبع الاستمارة تتأكد من رقم واحد، ان انت اخترت المدارس موجودة ونازلة فين في الاختيارات. اما بيانات الطفل وبيانات الموقع الجغرافي والعنوان، فدول امور سهلة جدا، هنشرح في فيديو لاحق بإذن الله كيفية تعديل العنوان وتعديل النطاق الجغرافي وتبديل المدارس المتميزة أو التجريبي. وإلى لقاء آخر مع فيديو كيفية تعديل النطاق الجغرافي والمدارس التي تم اختيارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.